هو سيفين جرابتك؟ لكن انا بتستناني حتى فرشخ رجلي بتبيضني طابه. يا معلم انا ما اعطيك طابه، انت قلت لي هات هات اعطيتك طابه انت شو طابه. قلت لك هات هات روح روح امام رفقاتي نام على السيره. اهلين بالشباب. اهلين وسهلين. شلونك قبل ليله؟ تعرفوا ارتاحوا. اهلا وسهلا فيك. والله اشتقنا لك. اهلين سعيد والله. احنا والله يا ابو ليلى هلا هي الخزنه مغيره انت ما ولا هي نفسها؟ لا هي تغيرت لحالها ما بغير بلا تغيرت كانت قبل غيرها. لك شو بدك تدخن ابو ليلى؟ بدنا نفتح مشروع تجاري رابح وبدنا وقفتك معنا، بدنا مصاري. ايه والله بدنا مصاري. ماشي موافق؟ مرة موافق. ايه موافق. ايه الحمد لله وافق سعيد. بس انا هلا عندي شرط. انا هلا عندي شرط؟ برا شو؟ شو هو؟ اني انا اكون المعلم. ايوه. اخ ايوه كتير دخيل. المصاري وتأمنوا وحكينا مع صاحبنا مشان يأمن لنا سيارة بطيخ، وهلأ شو العمل؟ يا عين عليك، أنت متخيل بكرة قدامنا كوما البطيخ وقاعدين على الصوفاي عم نشرب شاي وندخل ويجوا زبونات ناولوا بطيخة للزبون تاخذ منه مصاري وعلى المقياس قيس وعملة العب. إي والله ومنه محل البسطة قريب على الملعب، بروح كل يوم بتدرب وبجي. والله شو؟ شو؟ شو تروح على الملعب تقضي لي إياها؟ روح على الملعب وتشوف ساعات. لا حبيبي هذا رزق ما بينترك. قل لي من هلا اذا بدك تعمل هيك حركات خلينا نفض هالشركه. ايوه طول بالك ليش عصبت شباب؟ انا وياك معلمين اثنين معلمين. خلاص الرزق بده دير بالك. ايوه ايه ماشي رح ندير بالنا خيو. ايه هلا هدول ازرار الازرار هلا لعمه معقوله هيك نحن قاعدين هدنك دبر وحاضر سعيد والتاني ونحن قاعدين على هون على الزر وبيعني الزر وشقفة قماش ومتر وما بعرف شيء. والله لازم ندبر حالنا. شوف انا شو وصلنا شغلي لتي. السلام عليكم. معلم عم قلت لك سلام عليكم. هي ايه؟ وعليكم السلام. عم نقول السلام عليكم، ردوا علينا مثل عالم الناس. ردينا شو بكي؟ عندك جرابات رجالي حرير؟ ما عنا اختي، ما عنا فقينا بريحة صيفي الله يرضى عليكي. ما عنا ما عنا نقصنا بلاوي. حاكيني بعد الفاكس. الفاكس عم بيرن. حاكيني بعد فاكس. حاكيني بعد ساعة. عم ليش قلعت على هي؟ قلعت والله يا محمد. بالله قلعت. انا قلعت. ايه انت قلعت. شو هالخط هاي اللي ركبتها؟ خطر ببالي مشروع خطير. شو معلم؟